النوري باش يهبلني يعدي نهار كامل ريق ومن بعد يقول لي صايم، ما فهمتش كيفاش الصيام نتاعو. وانا نوريه مالكي شكون اللي زحفك؟ وانا شكون ينرفزني ويطلع لي الدم خلافك انت؟ فما حد اخر؟ يا كاين يا ما كانش. تعدي لي نهار كامل راقد مدد الاربعة ناقصه كان انا باش نولي ماشي جايه على المرشي. اسمعي انا نهار اللي جوج معاك وتخفي رمضان ما كانش لي يخرب فيا، نبغي نرقد باش ما يخشبش الثياب تاعي. وديجا شاكي مجدد لي شاكي مجدد لي. اسمع نقول لك اليوم مولاتي عندها ضيفه سبيسيال وتحبني نطيب لها المبطن، قيمي. سبيسيال؟ شكون هذه؟ من بعد تسال انت. اسمع نقول لك اليوم ما نحبكش تدور في الكوجينه، سمعت ولا ايه؟ تاع راني رايح. يغلبك رمضان بن عمي منك. سامحوني بربي سامحوني، هبلني حشيشة رمضان والنور ياسر عاد. كما سمعتوا باش نطيبوا نبطل ليكم ولمولاتي وضيفتها. استنيونا ما تزافيوش، اقعدوا معنا. أنا عشقتي في سلطان يا الله 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 ما احلاه صوتك يا هبل. مرحبا بيك ليلى برسالي، شرفتنا. الله يسلمك نوريا. باجي شو تعمل هنا؟ صوتها شباب هني نسمع. صوتها شباب ايه، اما انت برا كمل خدمتك. ما نديهاش عند مولاتي. لا لا باجي، مولاتك راهي مشغوله وانا نقعد مع نوريا. يلا هاني رايح. كون قلت لي نسمع وعلاه قاعد نستنى. واش راكي رايحه طيب لنا اليوم؟ باش نطيب لكم المبطن ليك ولمولاتي. اش قولك؟ ايا مادا بيا. مغرومه بالطيبه؟ مغرومه بالسيف عليا، مغرومه بالطياب، على خاطر عندي زوج بنات ولازم نطيب لهم. هكا ما عادش عاده مغرومه، مرغومه. مرغومه. المبطن باش نقول لكم المقادير باش نجموا نطيبوه. زيت، صبيت انا زيت في الطنجره. باش نستحقوا لحم العلوش، باش نستحقوا البصل، حمص، معدنوس، ملح، فلفل الأكحل، عظم. وباش نستحقوا دجاج، أنا توصيها ومرحي لهنا، دجاج مرحي 400 غرام، معاه بطاطا، معدنوس، عظمة، ومفوح زاد كيف كيف ملح وفلفل الأكحل، وشوية شابلور. هذه المقادير. يلا. حطينا الزيت في الطنجرة، اللحم باش نفوحو باش تعاوني عادة. ماذا بيا نعاونك. أعطيني المغرفة باش نحطو شوية فلفل الأكحل، ولا خل نحطو في الطنجرة وبعد نعمل الفاح نتاعي. شوية ملح. الملح ما يغيبش الملح، لازم تريف الملح. وباش نخليو الفاحة هكا يتقلى يتقلى اللحم يتقلى شوية. ومن بعد باش نخلط عليه البصل حاضر. اما قبل باش نخلي هذا على النار يتقلى شويه. احكي لي اش عندك جديد يا ليلى؟ عندي جديد في الموسيقى. اي عندي برنامج موسيقي واسمه جاركا. وانا المنشطه هذا البرنامج على التلفزيون الجزائري. اي وعندي تاني البرنامج اللي متعودين عليه في رمضان، الحفلات الرمضانية. ايه باهي برشا باهي. وعندي حاجة واحدة أخرى. حاجة أخرى نعرفها يدور لي. قولي لي. تمثيل. تمثيل في مسلسل تاع جعفر قاسم. ليه أنت خدمت مع جعفر قاسم؟ أنا خدمت مع جعفر قاسم. ايه في دور ماريا. مولاتي سامحني، مولاتي ما قلتكش. مولاتي نطيب لك المبطن واللي تحب انت، قل لي اش تحب نطيب لك نطيب لك. لا لا نوريا اليوم راني ليلى بغسالي، ما رانيش ماريا. الحمد لله. بنا نكمل نطيب انا وياك. باش تعاوني في حكايه اللي هي كيما قلت لك الدجاج مفوح ملح وفلفل الاكحل وبطاطا طابت ورحينيها ومعدنوس.
باش نعملوهم هاك دي بولات قبل صحيتك هكا 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 هوب 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 وباش نحطوهم هنا هكايا باش قاولك كيما الكفته واحنا نعملو في لي بولات كيما قلت انت نغني لك شويه واش خاص هذيك اش كنت شقيك سلي همومك عيد العشية ما تدري باش ياتيك الصباح سلي همومك في عيد العشية ما تدري باش ياتيك الصباح أنا تبلي واحد جا ما جاش الصباح جا واحد آخر تفرج فينا باجي باجي يسمع فينا يحب الموسيقى الباجي أنت كان يخيروك بين التمثيل وبين الغناء وبين تقدم حصة شتختار سؤال صعيب نوريا سؤال صعيب هي في الحقيقة كلش نحب ولكن الموسيقى تبقى هي في المرتبة الأولى يبقى الغناء هو الأول بديت به ومدى بيا نقعد فيه وحتى تنشيط برنامج موسيقي حاجه مليحه يعني حتى ليا والتمثيل حتى هو مليح ولكن يبقى في المرتبه الثالثه يقعد الموسيقى هي الاولى هي الاولى تربيت عليها ولا جيت للتمثيل الغناء هو اللي جابني للتمثيل هو اللي جابني للتنشيط كي وشنو الحاجه اللي طيبها بالقديم بالقديم انت وانت مرغومة مش مغرومة الحريرة الحريرة نحبها اين ما نعرفش طيب الحريرة بالقدا ما تعرفيش طيبين الحريرة المرة الجاية لازمك توريني كيفاش تطيب الحريرة والحريرة التلمسانية احسن حاجة دونك يطلبوها في رمضان هي الحريرة عندك انا عندي 30 يوم حريرة 30 يوم في رمضان 30 يوم في حريرة اي ما عندكش شربه اخرى ما ناكلوش شربه اخرى يعني احنا نحبوا الحريره كاين اللي يقولوا بلي شويه ثقيله بصح انا نحبها اي وبعض مرات ناكلها غير هي حتى الطياب الاخر ما ناكلوش دونك انت الاختصاص نتاعك الحريره الحريره نطيبها ما ما عنديش غير الحريره عندي نعرف نطيب حاجات واحد اخرين السيف يعني انا تزوجت كان في عمري 18 سنه ليه يا ناري هكي حالي حطينا خديت النوري صغيرة وقصف لي عمري بستيف عليها طيب عندي زوج بنات بهي كملنا هكا هيدا مطوبش اللي فهم في الفارينة وباش نقليوه سهلا والمرقة متاعنا الحمصي هاو كتحمر باش نحط له البصل والحمص ونكمل له نمرقه ونغطيه الطنجرة متاعنا باش تطيب سهلة مهلة سهلة مهلة نكملوا هذوما ومن بعد نرجعوا نوريكم كيفاش تحضر الماكله هذيا استنيونا كملنا الفطور ها الحمطه بزبده المبطن نتاعنا محليه تقليب القديب القديه وزدنا حطينا المرقه كل شيء حاضر ان شاء الله يعجبك يا نوريه طيابك بالطبع والشام ان شاء الله ذوقي يعجب مولاتي زاده ها ما فيش شك غير ريحته راهي تشهي انتي تو امشي بحذا مولاتي وين هاني تو نجي نسربيكم شقه الفطر اوكي اوكي نوريا خليتك بخير ونقول لك تبقاي على خير شرفتني مره اخرى ومرحبا بيك يعطيك الصحه ياقوت وصل ضيفتنا للديوانة يعطيك الصحه نوريا يعيشك وصلنا لاخر الحصه نتاعنا إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت ما تنسيوش كوجينة عاشور كل يوم نحبكم تتبعونا كل يوم باش نقولكم على حاجة بنينة ومزينة وما تتكلفش شي هي طيبة للناس الكل تي ما مرقي تهدري شو مدخلك أنا مع شكون نهدر برا شوف النور يقول له قوم مولاي هو أنتم في القصر هذا واحد فيكم مو صحيح وهو صحيح هذه المقادير باش نعملو المبطن نستحقو 400 غرام لحم علوش 400 غرام دجاج مرحي
400 غرام بطاطا، زيت، بصل، 100 غرام حمص، ملح، فلفل أكحل، عظم، فارينة وخبز مرحي. هو اهلا بك يا عزيز، اهلا بك، مرحبا. قول لي سي عزيز بن سقسيك، هذيك البنت اللي دوموندتك الحانوت تاع كوزميتيك في سونتر فيل، كي درت معاها؟ عندك يسمعك عاشور بالك قول لك مهني يلا.